ازيك؟ ازيك يا كريم؟ اقدم لك امانه فتنه بنت خالتي وزي اختي تمام. هاي ازيك؟ اهلا وسهلا. ماما اتفضلي. اهلا حبيب ماما قلب ماما. اقدم لك امانه ماما. اهلا اهلا. اسمها ايه؟ امانه. امانه ودي مين اللي اديها لك يا حبيبي؟ حافظ عليها وهتضيعها، سجنها اكتر من الشيك. هي ماما كده دايما بتحب تهزر بس هتحبيها قوي. لا يا ماما، هي اسمها امانه وليها اخت اسمها شرف والثالثه اسمها ايه؟ عداله. عداله؟ ماما جابتكم في المحكمه الدستوريه؟ بتهزر. اهلا يا طنط، ازاي حضرتك؟ اهلا يا حبيبه طنط. اهلا يا حبيبتي. تعال 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 يا ابني. صابحها معرقبه مش مبطرخه زي امك. يعني مش فاهم يعني اعمل ايه؟ ما انا اللي غلطانه، ربيتك غلط. بعدين هفهمك بعدين. ايه تعالي تعالي اعرفك ببابا. بابا امانه بابا. بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا واد؟ ايه الجمال ده يا واد؟ يا ممكن عرفت تنقي. ميرسي يا انكل. مين؟ ميرسي يا انكل. الله يخليك. ايه الرقه دي؟ ايه الجمال ده؟ صدقي تؤمني بالله؟ لا اله الا الله، انا اول مره في حياتي حد يحترمني ويقول لي يا انكل. عشان تلاقيهم ما بيحبوا يهزروا كده على طول. تعالي في حضني يا حبيبتي، خشي. تعالي. اهلا 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 يا حبيبتي. اهلا اهلا. ان شاء الله هتغدي معانا بقى النهارده. ها؟ ليه يا طنط؟ مش هينفع اتاخر على البيت خالص عشان ماما. لا ليه؟ افتح بقى افتح بقى. عاملين احنا كبده وكلاوي ومخ وكرشه. لا يا طنط مش هينفع، اصلا عامله دايت. بالظبط زيي انا، زي سبحان الله. انا احبها جدا، انا دايت برضو، اي حاجه دايته في الثلاجه باكلها فعلا. اسمع، شو قلت لك؟ حبيبتي انا بكره بقى.